مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية أن استهداف ميليشيات الحوثي لقاعدة العند الجوية بمحافظة لحج هي بمثابة رسائل تحدي سافرة للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة، وأكدت في بيان صحفي أن تزامن تكثيف إطلاق الطائرات الإيرانية المسيرة والمفخخة منذ اتفاق السويد هو عمل مخطط وممنهج يهدف إلى إفشال جهود الأمين العام للأمم المتحدة مع مبعوثه إلى اليمن.